بهالفيديو راح نتعرف سوا على كيفية شراء استضافة ووردبريس من شركة نيمشيب العملاقة بشكل مختصر وسريع. خلونا نتعرف سوا على خطوات شراء استضافة ووردبريس من شركة نيمشيب بشكل عملي 100%، لكن بعد الشراء. تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. وبعد، كيف حالكم إخواني؟ اليوم راح نتعرف سوا على كيفية شراء استضافة ووردبريس من شركة نيمشيب العملاقة. شركة نيمشيب هي بالأساس شركة دومينات، عمرها من عام 2000، يعني صار لها عمر 20 سنة، وبالأخير ضمت من سنتين خطط استضافات بالإضافة للدومينات، ومن السنة الماضية حتى ضمت VPS بالإضافة للVPN، يعني شركة ممتازة. نحن دائما ننصح بصراحة بالشراء من شركة نيمشيب الدومين، لكن الاستضافة مفضل أن تنحجز من شركات الاستضافة، لكن بصراحة بأنه أسعارها رخيصة، فاللي حابب يشتري الاستضافة بتاعتها يعني مش بطالة، يعني تعتبر من الاستضافات الشعبية زي بلو هوست، زي الهوستيجيتر، زي نيمشيب، يعني استضافات يعني على قد يعني سعرها مش غالية، لذلك يعني للمبتدئين لا بأس فيها، لكن ما بننصح فيها للمتوسطين المتقدمين، لأن كتير عملاء عانون من توقفه عدة مرات، أحيانا في اليوم، في الأسبوع، في الشهر. لذلك للمبتدئ جيدة، أو لللاندينج بيج، أو لبعض الأشياء بننصح فيها. فإذا حبينا نحن عاملين فيديو طبعا عن شركة نيمشيب وعن الاستضافات، لكن إذا حبينا راح نحط الرابط إن شاء الله، لو حبيتوا راح نحط الرابط بالدسكريبشن إذا كنتوا باليوتيوب، عشان تحصل على أفضل خصم من شركة نيمشيب، ودائما الخصم بيختلف حسب وقت مشاهدتك للفيديو، أو تضغط على الرابط اللي تحت الفيديو، بنضغط هنا بيدخلنا هنا اذا حابين نحجز دومين، لكن احنا عاوزين ووردبريس، نضغط مانجد ووردبريس هوستنج، سي برايسنج، بنشوف الخطط الثلاثة اللي عندهم، ايزي ووردبريس ستارتر، وفي عندهم تيربو، وفي عنده سوبر سونيك. فالخطة الأولى حاليا $3.88، هم عاملين انه صار الشهر الأول إذا حابين جربها بدولار، لكن احنا دائما ما بننصح فيها أبدا، لأني صحيح راح يعطوا منك 2 سنت، لكن الشهر بعده راح يعطوا منك أضعاف الرقم، لذلك نحن بننصح مثلا دي الخطة الثالثة مثلا $3، لكن بعدها راح يعطوا منك الشهر بعده الصرف، فنحن بننصح فورا أنك تشترك بأطول خطة ممكنة. إذا حبينا نشوف إمكانياتهم زي ما احنا شايفين، كل الخطط بيجي مع مثلا نقدر نثبت ووردبريس انستول أندر يعني أقل من 90 ثانية، عندهم خدمة كلاود مجانا، 99.9 اب تايم، شغل الموقع انه ما بيقف، لكن صراحة الكلام ده مش صحيح للأسف عن بشكل عملي، 3 أضعاف السرعة الهوستينج، سبورت انه جيد، الداشبورد جيدة، الحماية، ايزي باك اب وريستور، عندهم باك اب وريستور، وهنا عشان رفع الملفات على الاف تي بي، على الداتابيس، كل الخطط. إذا حبينا نشوف الخطط الثلاث، هنا العشرة جيجا الاس اس دي الهارد، يعني زي ما تقول زي كمبيوتر، هنا إنه الخطة الأولى بتحتمل 50,000 زائر، الخطة الثانية 50 جيجا بايت، دي 10 دي 50 ونوع اس اس دي وليس اتش دي دي البطيء، الخطة الثانية تحتمل 200,000 زائر شهريا، يعني عدد جيد إذا صدقوا، المعالج 1.5 يعني كور ونص، يعني خلينا نقول، والرامات 1.5 جيجا رام، وفري سي دي ان، سي دي ان هو كلاود فلاير مجاني، و اس اس ال اللي هي بتاعت الاتش تي تي بي اس عشان جوجل، فدي تجي مجانا. هنا ضايفين زي ما انتم شايفين 100 جيجا الاس اس دي و500 الف زائر شهريا باحتمال ثنائي النواة المعالج، والرامات رامتين يعني تقريبا يمكن 2 جيجا، والاب تايم نفس الشيء، وان هنا فري سي دي ان وفري اس اس ال زي ما قلنا. فنحن مثلا نفترض راح ناخذ الجيت ستارتر، هنا بسالنا لازم نسجل دخول كرييت نيو اكاونت او لوجين ويز نيم شيب، فاذا حبينا كرييت نيو اكاونت زي ما احنا شايفين اليوزر نيم، الباسورد، بنكرر الباسورد، بنحط الاسم الاول، كونيا، الايميل،
ومنعطيك كرييت اكونت اند كونتينيو، من اكتف الايميل بالمرور على الايميل. فانا بسجل دخول، بسجل اولا بعد بسجل دخول تمام. بعد ما سجلنا دخول على شركة نيمشيب لوجين، بندخل الآن عشان البطاقة، بنحط طبعا إذا كانت بطاقة وإذا كان بايبل أو هي أعطاني خيار، أنا اخترت البطاقة زي ما أنتوا شايفين. فهنا بنحط رقم البطاقة 16 رقم، هنا تاريخ صلاحية شهر سنة، رمز الأمانة اللي هو بيجي 3 أرقام، الاسم الأول كنية، الشارع، المدينة، الولاية أو إذا كان ما في ولاية بتحطه نفس المدينة، الزيب كود يمكن تاخده من جوجل إذا مش عارفه، وهنا بتختار البلد اللي حضرتك فيه وبتعطيه كونفيرم بايمنت. مجرد ما تعطيه كونفيرم بايمنت مجرد ما تعطيه confirm payment بيقطع فلوس وبيحجز لك الاستضافة. طبعا حاليا هم عاطينا دولار اول شهر يعني زي ما تقولوا تجريبي، وبعدها بيجدد راح يرفع السعر للسعر اللي شفناه 3 دولار فاصلة تقريبا 88 او شيء، او حسب وقت مشاهدتك للفيديو. بكون كده شرحنا كل شيء عن شركة نيمشيب حجز الاستضافة. زي ما قلنا نحن بنفضل انه تحجزوا الاستضافة من شركات الاستضافة مش من نيمشيب، لكن دي مناسبة للتجريب للمبتدئين اللي ما عنده موقع. بعد لما بصير عنده موقع جيد وبصير عنده زوار جيد بيعود بنقول استضافة محترمة اكتر، يعني دي استضافة يعني نقدر نقول اللي ما عنده زوار الا القليل. وتابعوا معنا السلسلة إن شاء الله، في عنا عدة شروحات عن تثبيت الورد بريس وتنصيبه وربط الدومين بالاستضافة وكل الأشياء، راح تشوفوها إن شاء الله بالفيديوهات بالروابط راح نحطها بالدسكريبشن. وبالتوفيق لنا، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.